انت خلصت معنا كل السيسيون للارت ثيرابي، خبرنا شو استفدت، شو تعلمت كل هالفتره؟ انا تعلمت من هو الارت ثيرابي اشياء كثير، والشغله منه انه هي عن العصبيه، كيف نقدر نسيطر على مشاعرنا. صار عندي كذا طريقه لاعمل اكسبرس للايموشنز تبعي. استفدت انه احترم رفقاتي واحترم الاكبر مني. لما اكون معصب هن خلوني اني دق عائلات موسيقيه. انا بتسلى معك وقتها كمان نلعب اشياء معك، اشياء كمان حلوين كتير بيسلونا. استفدنا كتير، واذا انا واختي منعصب من بعض منروح ندق على علاقات الموسيقيه. انا عم برتاح وعم طلع كل السلبيات اللي جواتي اللي عم يزعجوني. خلونا نضلنا مبسوطين وشجعونا اكتر للتمثيل. حبيت اكتر شيء البينتينج، كل جمعة عم بجي وعم بتسلى وعم حب كتير رفقاتي هون. حبيت أكتر شي بالارتيرابي إنه عم نسمع رفقاتنا وعم نسمع بعض ونحترم بعض. نعبر إذا نحن مبسوطين، زعلانين أو معصبين أو حالة شي غير. نحن بالبيت كنا نتخانق كتير مع بعض، هلأ صرنا نحن إنه نحل المشكلة بدون ما نعيط، بدون ما نرفع صوتنا، بدون ما نعيط للماما. حتى أنا صرت مرتاحة كتير وبتشكركم كتير. بنتي هلأ أنا بالارتيرابي وقعت انه هي تصير تطلب انه كل جمعه تجي. صار القلق والتوتر الموجود داخلها تقدر تظهره بطريقه الرسم وبطريقه التعبير عن مشاعرها. قدرت تنضبط بالصف، تجيب علامات حلوه، تتقدم بالصف، تتقدم بحياتها الاجتماعيه. بنتي كثير مبسوطه ودائما يعني بتقلي يعني بتستنى حتى اليوم لانه تجي لتتعلم اشياء جديده واشياء بيعملوها جمعيه بسمه. بنتمنى كل التشجيع لجمعيه بسمه وبنقول لهم ثانك يو كثير لانه عم بيعطونا للاولاد قصص كثير حلوه. ميرسي كثير بسمه.